معنا الأستاذ، لو سمحت عرفنا باسمك ومكانتك هنا. أمين محمد صالح محمود. الحقيقة أنا أعمل لدى وقف محمد عبد الرحمن الإبرة، هي الجهة الحقيقة اللي متبرعة وبنت هذا المسجد. ما شاء الله. الحقيقة طبعاً الحي هنا حي شعبي مكتظ بالعمالة. الناس بسيطين يعني، فهم شوي محدود، بنعاني طبعاً كثير، لكن يعني مما فتحت المساجد الحقيقة حسب الفترة الأخيرة، كل وقت وكل جمعة بمر علينا الحقيقة أخواننا ناس الهلال الأحمر، ناس الوزارة هنا، بصمة الكشافة، اللي هم بيقوموا بترتيب الناس، قياس الحرارة، توزيع التباعد الجيد في المسجد، انضباط كامل يعني. والحقيقة والله مجهود يعني مقدر يعني، يشكر عليه وتشكر على الدولة يعني، وصراحة يعني المجهود كبير اللي يقوموا به الناس يعني. ونتمنى أنه كل الجهود هذه يعني تكرر بالنجاح إن شاء الله. وحس حصل انضباط عندنا طبعا في المسجد، انضباط شديد جدا جدا، برغم أن سعة المسجد يعني في حدود 1200-1300 مصلي في الحالات العادية، لكن حصل طبعا يمكن لا تتجاوز 500 شخص، 3 أدوار حقيقة أرضي ودورين علويين، يمكن أخذ 500 شخص وصل في هذه بالنسبة للتباعد. ما شاء الله عليك، جاوبت على أكثر الأسئلة اللي كانت تخطر على بالي. لكن دعني أسألك يا أستاذ أمين، بالنسبة للتعاون من قبل الجماعة مثلا مع الأخوة في الهلال وفي الكشافة والأخوة في بصمة كلنا وطن، الذين نراهم فعلا يبذلون جهود يعني جبارة، وأنتم تشاهدون وتلاحظون ذلك، لكن سؤالي كيف يجدون التعاون من هؤلاء الجماعة؟ والله يا أخي يعني أنا أقول لك شنو، يعني التعاون من المصلين طبعا صعب شوية، صعب خالص والله العظيم يعني. ويمكن يعني الكاميرات الموجودة في المسجد تتحدث يعني، هم بيعانوا، بيضطروا في فترة من الفترات يستعينوا بالشرطة الدوريات عشان تجي تسحب الناس من أمام المسجد، لكن يعني الفضل لله ثم لهم هم يعني، لولاهم هم والله بصراحة يعني، يعني أنا شخص متعاون هنا، أجي يوم الجمعة يعني هنا في حارس مثلا، في الإمام، في المؤذن بيبذل مجهود، لكن لا نقدر نسيطر على الموقف هذا لولا وجود المجموعة. نعم أنا أشوف ازدحام كثير حقيقة. المسجد ما شاء الله تبارك الله كما تفضلت كبير ومكون من 3 أدوار، والحي مكتظ بالسكان طبعا من أخواننا الأجانب العمالة ومن جميع الدول. وحنا حقيقة والله يعني أكيد أنه لا أنا ولا أنت ولا الأخوة في بصمة كلنا وطن أو في الهلال الأحمر أو في الأخوة في الكشافة يعني يتمنون أو لهم رغبة في أنهم يعيدوا مصلي ويمنعوه من الدخول إلى المسجد، ولكن تظل الحالة الراهنة كما تعلم ويعلم الجميع بأنها يعني كبيرة على الجميع، ولا بد أن يتحملوها، ولا بد أن يتعاون المواطن والمقيم في هذا المجال. أخيراً أخي أمين الله يعطيك العافية وشاكرين لك حقيقة. والله كلمة صغيرة بس. تفضل. يعني نشكر الإخوان كلهم في بصمة كلنا بصمة وكشافة بصمة كلنا وطن. بصمة كلنا وطن. نعم. فبس هم يتحملوا وهم متحملين أكثر. نعم. لأنه هنا والله نوعية الناس يعني ناس بسيطة، ناس عمالة يعني، حتى الفهم اللغة العربية صعب شوية. وهم متحملين يزيد الأجر يا أستاذ أمين، يزيد الأجر إن شاء الله. نعم. وهذا الوطن دأب دائما على خدمة المقيم والمواطن، وأيضا السعي في مصلحته ومن أجل صحته. نعم. ومن أجل راحته. نعم. فولاة الأمر هذا هو ما يعني يأمرون به كل العاملين في هذا البلد. صحيح. فجزاك الله خير حقيقة، وأنا والله شاكر لك، شكرا لكم، وأنا أراك تنزل وتطلع وتبذل مجهود مع الأخوة في بصمة كلنا وطن، فجزاك الله خير، الله يعطيك العافية إن شاء الله. وهو شايف يعني أنتم موجودين معنا من 9 صباحا، بتكونوا كل مثلا جمعة من الساعة 9 صباحا. والله ما في شك، ما في شك، الله يجزاهم خير الأخوان، الله يجزاهم خير ويبارك فيهم ويبارك في كافة المسؤولين، وكلنا حقيقة نشكر القائمين على بصمة كلنا وطن على يعني تشجيعنا ودفعنا إلى هذا العمل الخيري، فبارك الله فيهم وفي جهودهم، وشكرا لك، والله يحمي وطننا والمسلمين جميعا إن شاء الله. شكرا لك يا أستاذ، في حفظ الله ورعايته.